بقول لك ايه، انا مبسوطه جدا ان احنا قعدنا نذاكر النهارده مع بعض. هو فعلا انا بكره ماده الكيمستري، وعارفه ان انتي اشطر مني فيها بكتير. طيب ماشي، بس هنعمل ايه بعد بقى ما نخلص المذاكره النهارده مع بعض؟ مش عارفه الصراحه زي ما انتي عايزه. شوفي انتي عايزه نعمل ايه ونعمله. طب بصي، انا بفكر ان احنا نتفرج على فيلم مع بعض، وماما تعمل لنا فشار وبوب كورن. ايه رايك؟ طب ما الفشار هو البوب كورن. ماشي اوكي، مفيش مشكلة. انا بحب جدا جدا الفشار، ونتفرج على فيلم بقى نازل جديد حلو قوي قوي قوي. اذا انتوا هتفرجوا على فيلم، طب ممكن اجي اتفرج معاكم. لا يا تيولي، احنا عاملين جيرلز نايت، مالكش انت دعوة بيها خالص. طب ما انا يعني ممكن العب معاكم. طب انا بنت، ممكن اجي اقعد معاكم اتفرج على فيلم. بس يا انا مالكيش انت دعوة، انا هشوف هنا وايمه هيعملوا ايه وانا اقعد العب معاهم. مالكيش انت دعوة. انا ليا يعني. بصوا، احنا هنخلص الفيلم بعد كده انا بنشوف ممكن نلعب معاكم باي حاجه، لكن سيبونا الاول نتفرج على الفيلم براحتنا. طيب ماشي، انا قفلت اهو التواليت ومش هرخم عليكي على فكره. ماشي ياما، لما نشوف اخرتها معاكي. بجد انا حرانه جدا، وانا كمان. طب يلا نقول لمامي تعمل لنا الفشار لحد ما نخلص المذاكره. رايح فين يا جوليان؟ رايح المطبخ يا ماما. انت جعان؟ اه يا ماما انا جعان جدا، ممكن تشوفي لي اي حاجه اكلها؟ طيب حاضر، هشوف لك اي حاجه تاكلها، بس بجد كفايه بقى خناقات معايا اليوم ده. انا عايزه اخد النهارده فري كده. طيب ماشي يا ماما، انا هعمل الاكل اللي انا عاجبني. انا ممكن اعمل لي دونات. بقول لك ايه ده، بصي الفيسبوك مكتوب ايه. واو، انا عندي فكره حلوه جدا. ممكن احنا نرخم على فيليب ونفهمه ان انتي في ولد جديد انتي مصاحباه وان انتوا صحاب. ايه ده بجد، صدقي يا بيه، دي فكره حلوه جدا. نشوف هيكون رد فعله ايه. اه دي هيكون فكره حلوه جدا، بس ازاي هنعمل كده؟ بتعملوا ايه يا بنات؟ ابدا يا مامي، احنا بندور على فيلم عشان خاطر نتفرج عليه. طيب خلاص ماشي، ممكن يا ويت تعملوا فشار كده كمان نص ساعه عشان نتفرج على الفيلم. ماشي اوكي، هعمل لكم فشار يا جماعه، بس انتوا متغدوش كويس، احنا مش جعانين يا مامي دلوقتي. طيب خلاص ماشي براحتكم، انا هعمل لكم فشار واعمل لكم كمان كب كيكس. الله، وايس كريم، ده يبقى حلو جدا. اوكي طب تعالي ننزل ندور نكمل كلامنا تحت. بصي احنا ممكن نعدي على فيليب نديله العصير بتاعه اللي بيحبه. انتي متأكدة من انتي بتعمليه؟ ايوه، ونكتب بقى على الفيسبوك ان في واحد تاني. انا وهو فريندز يعني. ماشي يا هنا، لما تشوف اخرتها معاكي. طول عمرك شقيه كده وشعنونه وبتعملي حاجات مجنونه. ايوه، ايه اللي هيحصل يعني؟ طيب اوكي ماشي زي ما انت عايزه. الظاهر ان هو مش موجود في البيت. طيب خلاص يلا نرجع البيت بقى ونكمل الفيسبوك، نشوف الناس كتبت لك ايه على الكومنت بتاعتك الجديده. طب يلا نطلع الاوضه فوق. ايه ده، مفروض ان فيليب مش موجود. بقولك ايه يا فيليب، انا بجد مبسوطه جدا ان انا وانت قاعدين مع بعض وبنلعب لعب حلوه جدا. انا نفسي اجيلك بجد كل يوم نقعد نلعب مع بعض كمان. اه وانا كمان مبسوط معاكي جدا يا مايلي، انت بجد لذيذه جدا ومسليه قوي. الله، انا بجد نفسي اعرفك على بقيه الشله، هتنبسط معاهم قوي. ايه ده، بنت لوحدكوا؟ احنا اول مره نشوفها. ايه ده، فيليب قاعد مع بنت؟ انا فيليب شكله مش موجود في البيت، تعالي نمشي بقى وخلاص. انا مش فاهم دي مين دي. انا سمعت صوتك بتكلمي مع حد فوق يا بيا، انتي مش هتردي عليا. لا لا، انا كنت فاكراها فيليب طلع اخوه. ايه طب كانت، انتي متاكده؟ ايوه يا بنتي صدقيني. طيب خلاص يلا نمشي من هنا. يلا يلا نمشي بجد يا هنا. ماشي اوكي ماشي يا بيا، بس انتي بتجري بسرعة قوي يعني، الموضوع مش مستاهل احنا نجري بسرعة كده. انا متأكدة ان في بنت جت شافتنا. مش مشكلة، تعالي نتفرج على فيلم تاني. اه بليز، تعالي نشغل فيلم مع بعض. انا عارف ان هنا بتحب الافلام جدا، وعايزة افاجئها واعمل لها مفاجأة فيلم حلو قوي. ايه ده، انتوا جيتوا بسرعة يا بنات؟ اه يا مامي، احنا رايحين نعمل مشوار بس صغير وجايين على طول. اه يا مامي، احنا كنا بس نتمشى شوية برا، اشترينا عصير ورجعنا.
طيب ماشي يا جماعه، انا عملت لكم بقى الفشار عشان اول لما تكونوا جايين تتفرجوا على الفيلم قولوا لي وانا اطلعه لكم فوق. ميرسي جدا يا ماما، بجد تسلم ايدك، تعبينك معانا. العفو عليه، المهم انتوا تنبسطوا. يلا يا بيا، يلا يا هنا، تعالي نطلع فوق ونشوف بقى الناس كتبت لك ايه على الكومنت اللي انت كتبتيه. ماشي ماشي براحتك يا هنا، اعملي اللي انت عايزاه، تعالي نطلع فوق ونقعد نلعب بقى مع بعض. اوكي، انا مش عارفه البنات دول شكلهم غريب قوي النهارده، بيتصرفوا تصرفات غريبه، لما نشوفي اخرتها معاهم. هنطلع فوق يا مامي، ولو فيليب كانوا بيطلعولي الاوضه فوق. بقولك ايه، مش هتصدقي خدتي كميه لايكات في كومنتات على البوست اللي انت كتبتيه. طب قوليلي فيليب كتب حاجة؟ لا ما كتبش اي حاجة الصراحة، ده غريب جدا، يمكن ما شافش البوست او مفتحش الفيسبوك او حاجة. انا ممكن احط صورة طيب ليا دلوقتي وغير البروفايل عشان يفتح ويشوف ان احنا غيرنا السيتنجز وكتبنا ان انتي مصاحبة بورق جديد. طيب فكرة حلوة، بصي هصورك انا يا هنا وننزل الصورة. اوكي ماشي، اوكي دي هيكون فكرة جامدة جدا. ووو، يا ترى بيعملوا ايه؟ عمال تحشف مامي عشان انا جعانه قوي ونفسي اكل جدا. اوكي ممكن العب بقى معاها تحت. طيب بصي خلاص، احنا كده حطينا صورة بروفايل والناس كلها بقت تعلق على الصورة وعلى الستيتس اللي انتي غيرتيها. في حد جه الظاهر، ده فيليب، هم اكيد مستنيينه فوق. ايه ده، اهلا، ازيك يا فيليب، ازيك يا طنط، اخبار حضرتك؟ انا هنا انا ومايلي صاحبتي. ايه ده، اهلا، ازيك يا مايلي، هي هنا فوق؟ ايوه هنا وبيا فوق. طيب انا طلع لهم، يلا يا مايلي. ايه ده، غريبة جدا، فيليب اول مرة اجيب بنت معايا، ترى ايه رد فعلها؟ انا بصي احنا خلاص كده احنا مستنيين بس رد فعل فيليب كده. ايوه اول لما يشوف الصورة كده واحنا كده عملنا اللي احنا عايزينه. ماشي ماشي، لما نشوف اخرتها معاك يا بيا. هنا انا جيت. ايه ده فيليب، فيليب ازيك، اهلا، ازيكو، انا جبت معايا صاحبتي مايلي، تعالي سلمي عليهم. ايه، مين صاحبتك؟ ايوه دي صاحبتي مايلي، انت بتستهبل صح؟ هاي ازيك، عاملين ايه؟ انا مايلي. هاي ازيك، عاملة ايه؟ انا هنا. وانا بيا. ايه ده، مش دي البنت اللي جات لنا الصبح يا فيليب؟ ايوه ايوه هي. عاملين ايه، ايه الاخبار؟ يلا عشان نخرج النهارده ونروح نلعب مع بعض برا. ايه يا فيليب ده، انت عرفت مايلي امتى؟ يعني انتوا الاتنين صحاب يعني؟ ايوه احنا صحاب يعني. طب بص، انا مش عايزه اخرج في حته على فكره. طب ليه انتي مش عايزه تخرجي؟ مش كنت فين احنا نخرج النهارده؟ لا انا مش عايزه اخرج معاك في حته وخلاص. بص بصي يا فيليب، بجد الموضوع بقى بايخ قوي، ممكن تاخد مالي صاحبتك وتروح انتوا السينما مع بعض. انا مش فاهم ايه يعني نخرج احنا كلنا مع بعض، ما تبقوش رخمين كده، دي مالي يعني صاحبتي واحنا وهي لزاز. لا بجد انت بتستهبل على فكره، انت جاي تفاجئني هنا في البيت وبتقولي ان مايلي دي صاحبتك؟ انا زعلانه جدا، انت ما بقتش تحبيني على فكره يا فيلم، عمري ما اكون صاحبتك تاني ومش عايزه اعرفك تاني اصلا. ليه بس يا هنا بتقولي كده؟ هو ده شكل الموضوع، فيه خناقه؟ طب همشي انا بقى وبجيلكوا تاني. اوكي باي باي يا مايلي، هبكلمك تاني انا. اوكي ماشي ماشي يا فيلم، براحتك خالص، هاف فن مع صحابك. قول لي بقى يا فيليب، انت عرفت مايلي دي امتى؟ انا بجد مش مصدقك ومش هضحك على اللي انت بتعمله. بنتي مجنونه، مايلي دي تبقى بنت خالتي، احنا اصحاب وبنلعب عادي مع بعض، تقول ان هي صاحبتي وعادي يعني ما عملتش حاجه غلط، لكن انا وانتي اصحاب وانا بحبك انتي. ايه ده بجد، انا كنت قلقانه جدا انك تكون مش بتحبها. ويا نهاري، دول افتكروا ان انا وفيليب بنحب بعض، شكلنا بقى محرج قوي. انا اسف جدا يا مايلي، تعالي هنا، دول فهموا الموضوع غلط اصلا، ما يعرفوش ان انتي بنت خالتي. ايوه انا بنت خالته ومتربيين مع بعض اصلا النهارده، وعندي تمرين كوره ولازم امشي دلوقتي، باي باي. شفتي بقى ان انتي خليتي منظرنا وحش جدا على فكره، وان انتي مش واثقه فيا، وان احنا ما ينفعش نكون صحاب. خلاص يا فيليب بجد انا اسفه جدا. انا حتى كمان عديت عليك النهارده البيت وجبت لك عصير اللي انت بتحبه، خد بقى العصير عشان ما تزعلش. لا خلاص ماشي اوكي، انا مش زعلان، حصل خير، بس عامه عايزك تبقى واثقه فيا شويه. طب خد بقى العصير ونخرج انا نشوف الفيلم اللي انت عايزه. اوكي مفيش مشكلة، يلا نخرج عشان ننبسط. ووهو